سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن إعلان تشكيل فرع للائتلاف الوطني الجنوبي في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت. احتضنت مدينة سيئون حفل إشهار فرع الائتلاف الوطني الجنوبي بمحافظة حضرموت بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن الأحزاب السياسية. الأمين العام للائتلاف محمد بامقة قال إن الائتلاف يضم كافة ألوان الطيف السياسي والثوري الجنوبي ولا يدعي احتكار تمثيل الجنوب، مؤكدا أن الائتلاف ينبذ العنف كوسيلة للتعبير ويرى الحل في قيام دولة اتحادية. إلى ذلك يأتي إنشاء الائتلاف الوطني الجنوبي كمكون موازي للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحظى بدعم أبو ظبي ويقف ضد سياسات الحكومة الشرعية. إذن نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب وأهداف إنشاء الائتلاف الوطني الجنوبي، وما الذي يمكن للائتلاف عمله لتحرير الجنوب من النفوذ الإماراتي. قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير. في مشهد يعزز من حالة الانقسام التي يعاني منها الجنوب، أعلن في حضرموت عن إنشاء فرع للائتلاف الوطني الجنوبي. الائتلاف الذي تم تأسيسه قبل نحو 8 أشهر لدعم الشرعية من جهة وللحد من نفوذ الإمارات في الجنوب من جهة أخرى، عزز من وجوده مؤخرا في محافظة حضرموت عبر إنشاء فرع له. يأتي الائتلاف الجديد رغم محاولات الإمارات الساعية لإحباط أي تحرك سياسي في الجنوب يدعم الشرعية ويحد من نفوذها هناك. الأمين العام للائتلاف محمد بامقة أكد أن الائتلاف يضم كافة القوى في الجنوب وأنه لن يدعي احتكار تمثيل الجنوب، مؤكدا أن سياسته ستعمد إلى نبذ العنف وتبني الحل في قيام دولة اتحادية. وأدى استمرار نفوذ الإمارات في اليمن وسيطرة قوات الانتقالي على الوضع في العاصمة المؤقتة عدن إلى تعطيل مؤسسات الدولة وانعدام الأمن، بالإضافة إلى قيام مجموعات مسلحة بالسيطرة على الممتلكات العامة والتعدي عليها. ويرى مراقبون أن الائتلاف الوطني الجنوبي يعد مكونا موازيا لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبو ظبي، الذي عمد إلى محاولة احتكار تمثيل الجنوبيين من جهة والوقوف ضد الحكومة الشرعية من جهة أخرى. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من سيئون أحمد سالم فاضل عضو رئاسة الائتلاف والناطق الرسمي. سيد أحمد مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد أحمد. يعني نتساءل، ما هي أسباب إعلانكم إنشاء فرع للائتلاف الوطني في سيئون؟ تحية لكم ولطاقم قناة بلقيس. طبعا الأسباب هي أسباب تنظيمية. الائتلاف الوطني أشهر في 27 أبريل 2019، قبل ذلك كان تحضيرات على مدى سنة الوثائق واللوائح، والائتلاف لديها طبعا خطة تنظيمية لإنشاء فروع في مختلف المحافظات الجنوبية، والآن نحن بصدد دشنا هذا الفرع اليوم في محافظة حضرموت. سوف ننطلق لتدشين الفروع في مختلف المحافظات، وسنبدأ إن شاء الله خلال هذا الأسبوع في نبدأ ننتقل يمكن احتمال محافظة الجنوب. نعم. الأسباب طبعا أسباب، نحن طبعا قوة سياسية، أنا طبعا قيادة الحراك السابق، أنا نائب رئيس الحراك الجنوبي، وشكل الائتلاف من أكثر من مكون ومن قوى سياسية وشخصيات اجتماعية، والهدف منه أنه هذه تجربة جديدة نحن عاشرنا في أكثر الأنظمة السابقة، الحزب الواحد والصوت الواحد، وحتى بعدين بعد الوحدة ظهر حزبين يوم المؤتمر الشعبي العام والاصلاح، وكان من الجنوب الحزب الاشتراكي اليمني. فالان هذه التجربه هي ائتلاف وطني، والهدف منه اول ما يكون الدفاع عن حقوق الناس وتبني القضايا السياسيه والوطنيه والدفاع عن سياده ارضنا، وفي اطار القوانين النافذه ومؤيدين نحن الدوله الاتحاديه، لان نحن نراها المخرج المتاح في هذه الايام. نعم. وهذا هو السبب الحقيقي للائتلاف. نعم، لكن يعني إلى أي مدى يمكن أن يدعم هذا الائتلاف دور الحكومة الشرعية في المحافظات الجنوبية وعودتها في ترتيب الوضع وحالة الكثير من الأمور؟ طبعا نحن مكون سياسي ولسنا مستحقين الآن في
السلطه، ولكن احنا ندعم اي جهد سواء من الحكومه او من رئاسه البلد او من القوى الاخرى في اطار تثبيت الامن واستعاده طبعا دحر الانقلاب وجبح كبح جناح الفوضى واستعاده ارضنا باتجاه سلمي، ونحن سوف نكون عامل مساعد في هذا الجانب حتى يعاد لنا السلام داخل البلاد، ثم تاتي البناء ما دمرت الحروب والتعمير. احنا هدفنا اننا ننتشل بعض الاوضاع الرديئه التي حصلت خلال هذه الفتره وبالذات من بعد 21 سبتمبر 2014. نعم. كثير من الاخفاقات التي حصلت، ونحن طبعا عدد من النخب السياسيه موجوده في هذا الائتلاف ولها شان ومقربه، ونامل ان نكون عامل مساعد في الاطار السياسي. اضافه لارتباطنا بالجماهير والنشاطات، سوف نكون برضه مشاركين في اطار بعض الخدمات وفي اطار المحليات في اطار المحافظات. نعم، اذا ابقى معي سيد احمد. ابقى معي سيد احمد، ودعنا نرحب بضيفنا الناشط السياسي عارف بن علي جابر، سينضم الينا من سيئون ايضا. سيد عارف، مساء الخير. مساء النور. اهلا بك. تحية لك ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي ومتابعي قناه بلقيس الفضائيه، مرحبا. اهلا بك سيد عارف. يعني نتساءل، هل يمكن اعتبار ان انشاء هذا الائتلاف قد يقلل من ادعاءات الانتقالي بحق حصرية تمثيل الجنوب كقضية؟ أخي الكريم، احتضنت سيئون اليوم فعالية الائتلاف الوطني لأبناء الجنوب وسط حضور كبير وباهر من كل مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والرموز الوطنية في وادي وصحراء حضرموت. نعم. حتى الإخوة في الحراك الجنوبي وهذا والإخوة في المجلس الانتقالي يعرفون جيدا أن حضرموت لها خصوصية خاصة، فكانوا موجودين من ضمن الحفل أو من ضمن تبشين الائتلاف الوطني الجنوبي. الائتلاف الوطني الجنوبي اليوم يعني في وادي وصحراء حضرموت نعتبره نحن عرس سياسي كبير. نعم. حضرموت تعشق التنوع، حضرموت تعشق السلام، حضرموت لا تقبل أن تكون لون واحد أو صوت واحد. فالائتلاف المؤيد للشرعية والمؤيد للتحالف الوطني، المؤيد للتحالف العربي الذي أتى لإعادة الشرعية، هذه المنطلقات وهذه الأهداف جعلت كل أبناء حضرموت اليوم يلتفون حول هذا الائتلاف الوطني الجنوبي. نعم. الشراكة هي مهمة جدا، دعا لها اليوم الائتلاف الوطني الجنوبي أنه يمد يده لكل القوى ولكل الأخوان ولكل المكونات والأحزاب. حقيقة الأحزاب كانت موجودة، منظمات المجتمع كانت موجودة، كل ألوان الطيف الحضرمي اليوم يرسل رسالة مفادها أن حضرموت تعشق السلام. فنحن ننظر للجانب الإيجابي، من يفكر أنه سيلغي أحد أو سيقصي أحد، هذه مرحلة انتهت والتي لا غير رجعة. لن يكون الجنوب اليوم الذي كل أبناءه. الجنوب ليس لون واحد، ليس الانتقالي وليس الإصلاح وليس المؤتمر وليس، إنما الجنوب هو مجموعة مكونات يجب أن تلف في كيان واحد حتى نستطيع أن نبني مؤسسات الدولة ونستعيد الدولة، ثم لكل حادث حديث. حقيقة اليوم في سيئون الناس كلها شعرت بفرحة أن هناك مكون صار حامل للقضية الجنوبية في إطار الدولة الاتحادية. نعم. وهذا منجز نعتبره نحن الحضارة، منجز كبير أن تكون جزئية. يعني وجدتم تفاعل والتفاف كبير حول هذا الائتلاف في حضرموت. نعم. نعم. طيب، البعض قد يرى، يعني نحن نضع هنا تساؤل على لسان حال مواطنين جنوبيين، يعني قد يقول أن كثرة الائتلافات والمجالس هي تشتت القضية ولا تخدمها. لا، بالعكس، التنوع هو يخدم القضية. التنوع سواء كان سياسي سواء كان فعاليات هي عامل إضافة لخدمة القضية الجنوبية والقضية اليمنية بشكل عام.
أما أنك تحصر القضية في فرد أو في شخص أو في مكون معين، بالعكس هذا نوع من الاختطاف ونوع من الإقصاء والتهميش، ما بيقبل به لا الحضارم ولم يقبل به الجنوبيين. الجنوبيين اليوم هم معنيين قبل الإخوة في المحافظات الشمالية أن يدافعوا عن حقوقهم. نحن وصلنا إلى قناعة أنه ليس هناك حلا للقضية الجنوبية وجذورها التاريخية إلا دولة اتحادية يضمن لكل إقليم أن يدير مؤسساته وأن يحكم نفسه بنفسه. غير كذا معنى نحن سنذهب أو سنعود إلى الماضي، حكم القرية سواء كان في الجنوب أو في الشمال، أو حكم الفرد أو تسلط مجموعة، والتاريخ شاهد على ذلك. فالائتلاف وغيره من المكونات الجنوبية علينا أن نقبل ببعضنا البعض. الإخوة في الانتقالي وخاصة في وادي حضرموت يعني أعطوا اليوم رسالة إيجابية ممتازة جدا، ونحن في تقديرنا نرحب بها ونمد يد العون أن تتطور هذه اللقاءات وأن يجتمع الناس على مشروع. بدون مشروع بدون هدف لا يمكن للناس أن تخرج من هذه المستنقع الذي وقعنا فيه. نعم، إذن ابقى معي سيد عارف. أعود هنا للسيد أحمد سالم فضل عضو رئيس الائتلاف والناطق الرسمي. يعني سيد أحمد، البعض قد يقول بأن موضوع الائتلافات والمجالس بإعلانها حول قضية معينة يعني قد يعني تشتت الجهود ولا تخدم القضية بشكل أساسي، خصوصا بأنها يعني أحيانا قد تقوم وفق تجاذبات معينة أو خدمة لمشاريع كثيرة على حساب القضية. كيف تجدون هذا الأمر؟ أنا أوافق الرأي الزميل اللي كان يتحدث قبلي من سيهون أنه التنوع والتعدد هو أساس الحياة يعني. نعم. فالتنوع هو يقني الفكرة ويقطع دابر الانفراد أو الدكتاتوريات كما ما نسميها نحن. وطبعا نحن نعاني في هذا البلد من هذه الانفرادات. الآن نحن شركاء في العرض في الوطن وفي ويجب أن الناس تشارك برأيها في سبيل الهدف الأساسي، ونتفق في إطار وطني يعني، نتفق عن سيادتنا، نتفق عن عدارتنا الحرة لأرضنا دون تنابز أو دون إقصاء أو تهميش. لأنه يحصل الخلاف في هذه النقطة عندما يأتي فريق ويعتبر أنه هو المالك الأرض وهو الممثل. إحنا في الائتلاف نقول أن نحن لسنا الوحيدين في تمثيل القضية الجنوبية، نحن شركاء مع الكل، لا ندعي ذلك حصريا. نحن سوف نكون جزء من قوة سياسية، نحن سوف نكون مشاركين في إطار سلمي في إطار سياسي بعيد عن التكوينات الميليشياوية أو الأفكار التي هي فيها نوع من الأفكار العنيف. نحن نخب سياسية ونخب اجتماعية وشخصيات مختلفة من شرائح المجتمع، وعندما ائتلفنا حتى نكون كتلة من مختلف المشارب والأفكار. لسنا عندما يأتي مجموعة ويأتلفوا معناتهم تخاربوا بغوا في خصوصيتهم الأدارية أو التنظيمية، لكن في أطار الهم السياسي اتفقوا على فكرة واعتلفوا ويكون صوتهم إضافة لمجموعة أخرى. ليس تشتت هنا، هنا ائتلاف، ائتلاف مكونة. وهذا الائتلاف انا يمكن هو سيد احمد يعني انت اشرت الى نقطه مهمه والاخ ايضا عارف تحدث عنها، ان التعدد هو يخدم القضيه بعكس ما قلته انا، ولكن التعدد يخدم القضيه عندما تلتقي جميع الاطراف على هدف واحد. يعني اليوم ما هو ملاحظ انه هناك أهداف متعارضة، يعني هناك مكونات تسير باتجاه ومكونات أخرى تسير باتجاه معاكس. أين خدمة القضية في هذا الأمر؟ خدمة القضية نحن أولا نتفق على المخرجات التي قررت في الحوار وأيدها المجتمع الدولي والأقليم. هذه هي مخرجات ممكن الاتفاق عليها. نحن ممكن نتفق في بعض الأخوان أو بعض المكونات لها مشاريع من حقها تطرحها، لكن ليس بالعنف، ولكن الممكن المتاح الذي نتفق عليه في أكثر من قوى سواء في الجنوب أو في المحافظات الشمالية. بدأت اتفاق وتعي أنه المخرج الوحيد لدينا هو الحوار السياسي وما أنتجته الإفرازات السابقة في إطار مخرجات الحوار، في إطار المبادرات الخليجية، في إطار تفاهمات الآن في الرياضة التي حصلت. هذه أي تفاهمات سياسية
يجنب الناس النزاع. نحن في هذه الأرض منذ أن وعينا نحن جيلنا هذا ونحن في نكبات متتالية دون مبرر. نعم. العالم حوالينا هنا عايش وبنية تحتية ونحن نتبع صراعات لا لها جدوى، فقط تدمير لنا ولأنفسنا ولأرضنا، ولا أعطى صورة سيئة على هذا. نعم. ونحن نرفض هذا الكلام ونريد أن نصحح هذا. نعم. لكن سيد أحمد، يعني كيف وجدتم تفاعل الناس حول هذا الائتلاف منذ أن أعلن تشكيل هذا الائتلاف؟ هل وجدتم يعني التفاف وتفاعل كبير من قبل الناس في الشارع الجنوبي؟ أكيد الناس متفاعلة، ونحن أمس أنا في سيون كنا من اللجنة التي كانت أشرفها على العمل، نحن لدينا كانت أكثر من هذا الأعداد، ولكن حيز الوقت وحيز المكاني نحن حاولنا أن ما، ولكن نحن لو فتحنا المجال كان بيكون الحشد. هذا حضور، ونحن اخترنا حضرموت لسبقها في هذه الأعمال، وحضرموت هي قادة الجنوب قياداتها في التاريخ ما بعد الاستغلال وفي أطار سابق، يعني لها دور قيادي رمزي، ولها طبعا أنا لا أريد أن تحايا موجود هذا موثق، ونحن نعتز بها، نحن جزء من هذا الأرض في الجنوب، ولا تزبى أخوانا برضه في المحافظة الشمالية. نعم. لكن نحن في أطار وضع منهجية، نتبارى في أطار سياسي، نقدم مشاريع سياسية، لكن لا نختلف وطنيا. الاختلاف الوطني معناته تناحد، نتفق أن نتفق على الوطني، كلنا وطنيين، هذا عنده مشروع وهذا عنده مشروع، الأفضل يتقدم به، إذا حات على أغلبية أو رضا أو كان هو ذو جدوى حتى في أطار توافقي هو يتقدم. نعم. والمشروع الآخر يتأخر حتى تأتي فرصته ويبرهن المشروع صح. نحن في أطار صنع نوع من نسميه العقد الوطني حتى. لماذا على ماذا يعني؟ ماذا كسبنا من هذا التنابض؟ نعم. إذا وضحت الفكرة. ما هي وضحت الصورة. نعم وضحت الفكرة. نعم. ابقى معي سيد أحمد، وأذهب الآن لضيفي السيد عارف بن علي جابر. سيد عارف، يعني كيف تقيم حالة الانقسام في الجنوب إذا يعني كل هذه التكتلات التي تنشأ من وقت إلى آخر؟ أخي الكريم، بالنسبة للانقسام والتشظي في الجنوب ليس وليد اللحظة، من قبل الوحدة ونحن نشاهد ونتابع الصراعات كالوجدات، يعني كل سنتين كل ثلاث سنوات تحصل مشكلة، معناه أن هناك هذا مؤشر أن هناك مشكلة في جذور القضية الجنوبية قبل الوحدة. فحصلت الوحدة الاندماجية ولنا كثير من التحفظات عليها بحيث أنها لم تحل القضية الجنوبية والإشكالية داخل الجنوب قبل أن نذهب حتى إلى الوحدة. والآن من يطالب بالعودة نفس المشكلة، حنحصل يعني لا خروج، لا دخول آمن ولا خروج آمن. إذا ذهبنا إلى بعض المشاريع التي تطرح اليوم، ونحن لا نملك أي مؤسسات للدولة في الجنوب ولا موقف سياسي ولا مكون ولا وحدة رأي وفكر موحد، سنذهب إلى المجهول. نحن نتحدث دائما بكل واقعية وبكل صدق، يعني أن نحن نضع الحلول دون أن نضع أمام الجهات، يعني الأهداف التي اليوم ستخدم الجنوب هي التي سنتحدث عنها، وليس لنصرة منطقة معينة أو جهة معينة. اليوم الجنوب لا يمكن لنا أن نستلمه، حتى لو الأخوة في المحافظة الشمالية قالوا تعالوا استلموا الجنوب، اليوم استلم الجنوب بدون جيش بدون مؤسسات بدون مشروع سياسي متوافقين عليه. نعم. وبالتالي نحن ندعو في كل لقاءاتنا أنه يجب أن نتنازل لبعضنا البعض أولا كجنوبيين، ونتفق على ما هو الممكن اليوم، ما هو الممكن اليوم أن نأخذه في إطار الدولة الاتحادية، وعلينا أن نتقبله، وعلينا أن نبني مؤسساتنا. الخروج الغير آمن سيحدث شرخ كبير أكبر مما هو كان سابقا وموجود عليه، وبالتالي العقلاء والوجهاء في الجنوب يرون، وهذه وجهة نظر يعني يشتغلون عليها، أنه نبدأ ونعمل في إطار الدولة الاتحادية الآن كمشروع توافقي إقليمي ودولي. نعم. حتى نصل إلى مرحلة، والحكم في الأخير هو للشعب سواء في الجنوب أو في الشمال، الاستمرار أو البقاء
على ما هم عليه. نعم. فأنا من هذه الناحية. طيب يعني الحديث أو هناك كثير مكونات سيد عارف يعني منذ فترة طويلة في السابق تتحدث عن أو ترفع شعار التحرر والتحرير. اليوم نجد يعني معظم المناطق الجنوبية والمحافظات هي خاضعة للنفوذ الإماراتي والسيطرة الإماراتية. يعني كيف يمكن لهذا الائتلاف الذي أعلن مؤخرا أن يعني يحد من التواجد الإماراتي في المحافظات الجنوبية وبالتالي يعني يحقق استقلالية من القرار الإماراتي في المحافظات والمناطق الجنوبية؟ أخي الكريم، الانتقالي أو الإخوة في الإمارات إذا كانوا امتلكوا القوة فهم لا يمتلكون الناس ولا يمتلكون وعي الناس ولا قرار الناس. اليوم إذا أنت امتلكت القوة فليس معناه أنك تمتلك كل شيء على الأرض. هناك اليوم قوة موجودة على الأرض ترفض أن يكون هناك صوت جنوبي واحد، ترفض أن تكون إلا كل المكونات مع بعض. بالتالي كل الناس تدعو إلى لقاء جنوبي جنوبي وإلى حوار جنوبي جنوبي. نعم. مع أسف الشديد أن الأخوة في التحالف أو دول الخليج لم يأخذوا بعين الاعتبار دعوة الجنوبيين إلى حوار جنوبي جنوبي. اعتمادهم على جهة معينة أو على مكون معين أو فرضهم على الجنوبيين لون أو طيف سياسي معين، هذا مشكلة سيولد مشكلة أكبر من المشكلة اللي نحن واقفين فيها. نعم. تفك كل الفقه أن كل المكونات وكل الأصوات الصامتة مش اللي ترتفع ترفض أن يحكمها أو أن يمثلها أو يتحدث باسمها، سواء كان الانتقالي أو غيره، سواء كان الائتلاف أو حزب أي من الأحزاب. وبالتالي لابد من حوار جنوبي جنوبي. نعم. حتى نتوافق على رؤية واحدة وحوار واحد. نعم، إذن وضحت الصورة. في الإمارات دعموا الانتقالي. نعم. دعموا الانتقالي، مكنوا الانتقالي من الأرض، مكنوا الانتقالي من السلاح، فهم خلقوا مشكلة فوق مشكلة نحن نعاني منها بدل أن نذهب إلى صنعاء. اليوم لا نريد لا نستطيع أن نذهب إلى عدن، فهذه مشكلة ثانية، لكن نحن نتحدث سياسيا. بالفعل. سياسيا سنظل ندعو وسنظل نمد أيدينا إلى كل إخواننا سواء كان في الانتقالي أو غيرهم. نعم. تعالوا إلى كلمة سواء، والواقع هو الذي يفرض نفسه. نعم. الواقع المشروع السياسي هو الصحيح، هو الذي سيفرض نفسه. أما مشروع الانفصال والذهاب إلى المجهول هذا ما لا يقبله الجنوبيين، وعلى وجه الخصوص الحضارم، لأن الحضارم لديهم مشروع ما دعموا الائتلاف الوطني إلا لأنه يحمل إقليم حضرموت. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل. نعم. الشكر الناشط السياسي عارف بن علي جابر، كنت معنا من سيئون. وأعود لضيفي عضو رئاسة الائتلاف والناطق الرسمي السيد أحمد سالم فضل. سيد أحمد، يعني هنا تساؤل أخير، ما هي العوائق التي تتوقعون أن تواجه الائتلاف في قادم الأيام؟ بالطبع لكل عمل في عوائق، ولكن احنا بدأنا بإذن الله وبعون أو تكاتف جماهيرنا سواء من أبناء حضرموت أو من أبناء المحافظات الأخرى أن تكونوا عامل مساعد. نحن لدينا برنامج طموح ولدينا خدمة أبنائنا وأهلنا، هذا همنا الأساسي. لدينا تقديم مشروع جديد في إطار التنوع، في إطار الائتلاف السياسي، في إطار التهمات، في إطار الشفافية والوضوح. هذا ما نريد. نحن لن نكون حزب منقلق ذو أدبيات وأجندات ومرتبط بجهات أجنبية وقالت نحن وطنيين ننبع من هذا الوطن ونريد أن نمارس هذا التنوع. نعم، إذن وضحت في أطار برنامجنا وفي أطار وثائقنا وفي أطار رؤيتنا للحل الشامل للإشكاليات التي قائمة في اليمن. جميل، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر سيد أحمد سالم فضل، عضو رئاسة الائتلاف والناطق الرسمي، كنت معنا من سيئون محافظة حضرموت. ونكتفي بهذا القدر مشاهدينا، أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.